يعني يساني من فوق 400 شظايه بجسمي. يابا والله العظيم 400 شظايه راويكي هذا. شوف امانه الله ورسوله يعني. وهاي غير بطني المفتوحه مرتين، اني مرتين فاتحيها وشبشتين والله، والقالون مالي والامعاء منتهيه تماما يعني، ما اشتهي اكله ما اقدر اكلها. سوق خير من الله. شو اشتغل انت حجي؟ اني متقاعد والله. ايه ايش قد وظيفتك التقاعدي؟ اني جريح، جريح ضحايا الارهاب. ايه اي والله. ايش قد تاخذ؟ هسه سويت 900 لان انا درجه العجز مالتي كبيره. اي والله، لان قصوا الامعاء وعندي مضروب ببطني يعني مرتين فتحوها. انا اسف يعني احنا لا مهم اخويا صاحبنا حياكم ما تجي تسولف وياه. اي خطيه. فلهذا السبب يعني، يعني احنا شطونا احنا نستاهل اكثر لان احنا ضحينا بدمنا. يعني يساني من فوق 400 شظايه بجسمي. يابا والله العظيم 400 شظايه راويكي هذا. شوف امانه الله ورسوله يعني. وهاي غير بطني المفتوحه مرتين، اني مرتين فاتحيها وشبشتين والله، والقالون مالي والامعاء منتهيه تماما يعني، ما اشتهي اكله ما اقدر اكلها. يعني شنو حياتنا احنا؟ الراتب يعني خلي يرجعوا لي صحتي هسه، انا اعطيهم الراتب. اقوم اشتغل اعطيهم الراتب والله. انا اعطيهم الراتب اللي يعطوني اياه. وين صار وياك الحالي؟ بالنزله مال الجسر من تجي من الشعله تنزل على قراج الكاظميه يم النسيج. بال 2013 28/8/2013 ساعه بالسبعه وثلث الصبح هاي لمستشفى الكاظميه. فالله والطيبين انطانا صحه وعافيه وقمنا بعد ما عانينا بالمستشفى ونحمد الله ونشكره. وهم نقول يعني احنا هم نقول الراتب اللي يعطونا اهم شويه يعيننا. الحمد لله والشكر نعمه من الله، نحمد الله ونشكره. احنا لو على الناس هسه احنا خاف نحكي نطلع مو خوش. احنا لو نبقى هسه على هالرئيس الوزراء هذا اقسم بالله العظيم العراق يصير بخير. بس اكو ناس مع احترامي للطيبين، واكو ناس مو كلها بس اكو ارد اقولها ذيول، ويروحون فدوة للذيول ما يخلوه يشتغل لان تنضرب مصالحهم وتتدمر وضعيتهم. فلهذا السبب ما يخلوه، ولا الرجل يشتغل خوش شغل ودي يتفقد العالم ودي يتفقد الفقير ودي يتفقد الناس، بس ما يخلوه لان ذولا ينضربون مصالحهم تنضرب بعد. وين يروح هذا يعني؟ هسه يخلون واحد يشتغل بهذا البلد؟ مستحيل. كل ما الذي يخلي بجيبه وياكل هاي كلها وراها دافع، وراها ناس باطله قاعد تدفع هالمله هاي تدمر هالبلد. هذا هذا البلد يعني هسه احنا بعمرنا نصف يعني ماكو بلد بالعالم مثله، وماكو شعب مثل هذا الشعب طيب، وماكو شعب مثل هذا الشعب شهم. بس خلوه يوصل لمرحله ان نصير احنا برا من تقول له عراقي يضوج منك. ليش؟ لان من وراء حش السامع الحثالة اللي اجوا ودخلوا بالبلد وخربوا هذا البلد. ولا البلد شبيه البلد احنا عشنا وشفنا. عمي بيباننا مفتوحه للصبح، من يبوقك من يوصلك هم يقولوا لك عمي ينبونك. هسه جارك ما تأمن، صاحبك ما تأمن، ما تعرف ليش؟ لأن ضيعوا الشين والزين، راح انتهى الزين، راح وياهم انتهى. فعمي احنا نقول محمد الشياع السوداني هذا رئيس الوزراء والله شريف، هو بن أوادم قسما بآية الله. أنا ما عندي علاقة بالرجل ولا أني أصلح وياه ولا أني بحزب، بس اقول هالرجل هذا شريف وخوش ادمي ويشتغل. بس الله ينتقم على كل باطل اللي ما يخليه يشتغل. بس هذا الكلام اقوله لان الناس باطله. الله يحفظك. اي والله عيوني انت عيوني. هو اكو شغله اريد اقول لك بها. احنا نوصل الى سياده رئيس الوزراء، انا هسه جريح ضحايا الارهاب، ليش مصرف الرافدين ما يصرف لنا سلف؟ احنا الوحيدين، شنو السبب؟ ليش؟ قبل كنا احنا والحشد ما ينطينا، هسه قام ينطون الحشد واحنا ما ينطوننا، ليش؟ يعني انا اذا اخذ تقاعد شنو السبب ما ينطيني؟ غير اكو سبب مفرقني عن هاي الباقين يعني عن جماعتنا، ليش؟ يعني انا احسن ما اروح اطب على مكتب اخذ ال 400 بمليون، ال 600 بمليون، حرام ربا هذا. مو هي هذاك هم ربا. الغرض هم ربا. المصرف ارحم. قلها شويه ارحم. يعني تقدر تسدد قليل وياخذ كميه قليله. يعني لاغينا مخلينا نتجه الى يعني صعب. هاي احنا هاي نعاني من عندها يعني، خاصه احنا هاي الارهاب جاي نعاني من هاي الشغله. ليش ما اعرف. عيوني عيوني حبيبي الغالي.